هذه المسائية من الميادين وفي عناوين نقاش الليلة. دمشق تؤكد مضيها في مسار الحل السياسي وتعلن مشاركتها في اجتماعات جنيف وتطلب لائحة بالمنظمات الإرهابية. الرياض تحصل على تأييدا سياسيا من دول مجلس التعاون الخليجي وتتجاهل الدعوة الإيرانية بعدم التصعيد. مرحبا بكم. أكدت دمشق مضيها في اعتماد الحل السياسي للأزمة السورية، وأبلغت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا مشاركتها في اجتماعات جنيف أواخر الشهر. الموافقة السورية التي لم تكن مشروطة ترافقت مع مطالب أساسية، منها ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وعلى قائمة بأسماء المعارضات المشاركة. وفي المعلومات التي حصلت عليها الميادين من لقاء وزير الخارجية وليد المعلم بديمستورا، تشديد على أن الحكومة السورية لم تغير موقفها ممن تعتبرهم إرهابيين، وأنها لن تجلس إلى أحرار الشام وجيش الإسلام. المسار إلى جنيف ومصير الأزمة السورية محور النقاش في ملفنا الأول في المسائية، بينما نناقش في الملف الثاني كيفية استثمار السعودية الدعم السياسي الذي حصلت عليه من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن في ختامه الوقوف صفا واحدا مع السعودية، فيما تفاوت في المواقف والإجراءات كان تبدى بين هذه الدول بعد قطع الرياض علاقتها مع طهران، وذلك بعد رسالة إيرانية لبنك كيمون تعلن فيها عدم الرغبة بالتصعيد وتطالب السعودية بوقف دعم الإرهاب. قبل الخوض بتفاصيل ملفي المسائية لليلة، نتجه إلى غرفة الأخبار في الميادين وموجز لأهم وآخر الأنباء. شكرا لك رامي، أهلا بكم. قتل القائد العسكري للجزيرة في تنظيم داعش والنائب الثاني لأبو بكر البغدادي عاصي علي محمد ناصر العبيدي بقصف جوي لطائرات الجيش في منطقة بروانة. العبيدي كان ضابطا برتبة عقيد ركن في الحرس الجمهوري في الجيش العراقي السابق، وكان معتقلا في سجن بوكا خلال الاحتلال الأمريكي وفي سجن أبو غريب الذي هرب منه عام 2013، وهو منسق سلسلة هجمات صليل الصوارم التي أساسها التصفيات بالأسلحة الكاتمة قبل الانهيار الأمني في حزيران عام 2014. العبيدي قاتل تحت راية الزرقاوي بعد توحيد الفصائل الستة ضمن لواء مجلس شورى المجاهدين، ثم تسلم الإدارة المركزية للعمليات الأمنية في العراق وتنسيق عمليات عسكرية في إدلب السورية. جرى الاتفاق بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى بلدة مضايا في ريف دمشق وإلى كل من كفريا والفوع بريف إدلب برعاية أممية. مصادر أفادت بأن المساعدات ستدخل إلى هذه البلدات الاثنين المقبل. ينعقد في مدينة سوسة التونسية مؤتمر لحركة نداء تونس تحت شعار مؤتمر الوفاء الذي أقرته لجنة 13 لحل أزمة الحركة. رئيس الجمهورية البيجي قائد السبسي ألقى كلمة أعرب فيها عن أمله تعافي الحركة من أزمتها كي تستعيد دورها الطبيعي في المشهد السياسي. من جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن تونس طائر يحلق بجناحي النهضة والنداء، وأكد أن من مصلحة النهضة والحياة السياسية في تونس أن يكون النداء حزبا قويا. كشف القيادي السابق في حركة نداء تونس الأزهر العكرمي أن لديه معطيات حول كون الرئيس التونسي البيجي قائد السبسي يمهد لتوريث ابنه. تصريحات العكرمي جاءت خلال مقابلة خاصة مع الميادين تعرض مساء اليوم الساعة 11 ليلا بتوقيت القدس الشريف. أنا مثلا في 13 أذار مارس 2015 تكلمت في أحد التلفزات الوطنية عن مفهوم، قلت أنه رئيس الجمهورية يريد أن يورث ابنه. لا، ما هو واجب التحفظ؟ ثم كل شيء يقال في حينه وفي إبانه، وأنا مش منفلت، مش منضبط، لا أنضبط لأي جنرال، أنا لست عسكري، أنا شريك للبيجي قائد السبسي في تكوين هذا الحزب وفي حمله على أكتافنا إلى إيصاله للمرتبة الأولى في البلاد، هذا أنا شريك فيه، ولست عاملا في أي مزرعة لأي أحد، ولا أنضبط انضباط الجندي لأي أحد، لكن أقول الحقائق. أجرى الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي تعديلا في حكومة خالد بحاح شمل عدة حقائب وزارية،
وجاء التعديل الحكومي بعد يوم من لقاء هادي وبحاح في مدينة عدن جنوب البلاد. وقد تم تعيين ياسر عبد الله الرعيني وزيرا للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وهاني بن بريك وزيرا للدولة، كما عين هادي الدكتور عبد الله سالم لملس نائبا لوزير التربية والتعليم، كما عين سالم عبد الله السقطري محافظا لمحافظة سقطرى. ختام الموجز وعودة إلى رمية ومتابعة المسائية، إليك رمية. شكرا لك خالد. إذن أكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم استعداد بلاده للمشاركة في اجتماعات جنيف أواخر الشهر الجاري. المعلم وخلال استقباله المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا في دمشق شدد على ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وعلى قائمة بأسماء المعارضات التي ستشارك في جنيف. ديما نصيف. برنامج عمل حمله المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا إلى دمشق قبل لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم وتفاؤل. سأكمل رحلة إلى طهران، لذا من المبكر الإدلاء بأي تصريحات. مهمتي أن أكون دائما متفائلا. الاجتماع مع الوزير المعلم شهد إصرارا من المبعوث الدولي على اعتبار موعد 25 موعدا نهائيا لضم وفدي المعارضة والحكومة إلى طاولة المفاوضات في جنيف. وبالرغم من قبول دمشق حضور جنيف في موعده المقترح، لا تزال تتوقف عندما تسميه ضرورة لا شرطا بأن تتسلم قوائم بالجماعات الإرهابية وأسماء وفد المعارضات التي ستفاوضها. وأيضا هذا ليس شرطا مسبقا، بل ضرورة من ضرورات تنفيذ القرار 2254 أن الاتفاق على مكافحة الإرهاب وتصنيف التنظيمات الموجودة في سوريا، من هو الإرهابي ومن هو الغير إرهابي. لذلك لا يمكن أن نجلس مع إرهابيين. أما اجتماع الرياض الذي يطمح إلى الانفراد مجددا بتمثيل المعارضة تحت وصاية سعودية وتركية في جنيف، فقد تعهد دي مستورا بأن يضم أسماء إلى الوفد المقترح في الرياض من المعارضات الأخرى لتوسيع تمثيلها، كما يخوله بذلك مجلس الأمن وقرارات نيويورك وفيينا. أما دمشق فتسلم أسماء وفدها عندما تتلقى الدعوة رسميا إلى حضور جنيف 3، فيما ترجح مصادر سورية أن يكون بشار الجعفري من سيقود الوفد الرسمي. ما جرى في الرياض هو اجتزاء للمعارضة. لا يمكن أن نأخذ مخرجات الرياض هي مدخل، والوفد الذي نتج عن الرياض هو الذي سوف يفاوض الحكومة، لأنه كان هناك جزء من المعارضة أقصيت بشكل عمدي. وفي لقاء الوزير المعلم دي مستورا ورغم التوافق على الاجتماع مبدئيا، إلا أن حسمه ينتظر أيضا اكتمال مشاورات الأخير في طهران والاستماع إلى موقف موسكو وشروطها. دمشق مطمئنة إلى أن شيئاً لن يفرض عليها في جنيف، لا الانفراد السعودي بتركيب وفد المعارضة ولا التفاوض مع مجموعات إرهابية، لأن القرار الدولي ينص بوضوح على تعدد التمثيل المعارض وعلى فرز المجموعات المسلحة بين إرهابي وغير إرهابي، وهو شرط دمشق وحلفائها. ديما نصيف، دمشق، الميادين. بالتوازي، مجلس سوريا الديمقراطية يعقد مؤتمره في جنيف بحضور ممثلين عن 26 قوة سياسية ومدنية. المجلس المرتبط بعلاقات ثنائية مع الأمريكيين والروس يقترح نفسه كطرف ثالث في المشهد السوري، ويرى أن تغيير النظام القائم يبدأ بمحاربة الإرهاب. موسى عاصي. تطلعات طموحة لمجلس سوريا الديمقراطية اجتمعت لأجلها شخصيات وقوى سياسية ومدنية معارضة في مؤتمر الخارج في جنيف بعد مؤتمر الداخل الذي عقد في مدينة الحسكة مطلع الشهر الماضي. 65 شخصا يمثلون 26 من القوى المختلفة الانتماءات يحاولون فرض نفسهم في المشهد السوري كقوة إصلاحية للنظام القائم وخارج المعارضة التقليدية المرتبطة بالقوى الخارجية. هذا المجلس سيكون في كل المحافظات موجود بعلاقات ممتازة مع المجتمع الواسع، المجتمع الذي همش والذي أبعد صوته، واللي الناس بتسميه عادة بالمجتمع الصامت أو من فرض عليه الصمت بالبندقية. يجب عودة كل من كان في الأساس مع الحراك السلمي
إلى الفضاء السياسي. لمجلس سوريا الديمقراطية قوات تنتشر في بعض الشمال السوري، يقدر المشاركون في المؤتمر عددها بنحو 50,000. هذا الميليشيات قامت بحماية منطقة لا تتعامل بشكل ديني، لا تأتي بمشاريع غير مشروع الديمقراطي، فيجب أن تكون محتوى في هذا المجلس الديمقراطي ويكون هناك تكامل عسكري وسياسي للمشروع سوريا الديمقراطية. حاليا الإدارة ذاتية الديمقراطية هي ليست حكر على تنظيم معين أو على قومية واحدة، هو مشروع وطني تم البدء في هذه المنطقة ونجحت هذه التجربة في شمال سوريا، يحتذى به مع تطويره حسب واقع بقية المناطق السورية. المشاركون في المؤتمر يؤكدون أن أحدا لا يستطيع تجاوزهم في المفاوضات المنتظرة برعاية الأمم المتحدة، فهم يمثلون شريحة واسعة من الشعب السوري ويستندون إلى قوة عسكرية بدأت تفرض نفسها وإلى دعم وتعاون مع الروس من جهة ومع الأمريكيين من الجهة الأخرى. مجلس سوريا الديمقراطية تجمع لقوى سياسية وعسكرية يطمح لرسم مستقبل سوريا دولة مدنية ديمقراطية، أما هدفه الأول حماية المناطق التي تقع تحت سيطرته ومواجهة الإرهاب. مصعاصي جنيف، الميادين. للنقاش ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق أمين سر مجلس الشعب السوري سيد خالد العبود، كذلك ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف المعارض السوري المستقل السيد زياد أبو حمدان. أهلا بكم، وأبدأ معك سيد خالد العبود، أطلب منك المساعدة في الفهم. مجددا تكرر الخارجية السورية إبداء الاستعداد للمشاركة في لقاءات جنيف المزمع عقدها أواخر الشهر الحالي، لكنها أيضا تضع لازمة وصول أو استلامها لقائمة التنظيمات الإرهابية ومكونات المعارضة المشاركة. هل يمكن أن يتحول هذا الطلب إلى اشتراط قد يغير هذا الاستعداد لمشاركة دمشق في لقاءات جنيف؟ شوفي رامية، أنا في تقديري بأنه إن حصل هذا أو لم يحصل فالدولة السورية سوف تحضر هذه المنصة أو هذه المحطة السياسية، إذ أنها تعتبر، وأنا الآن لست ناطقا باسم الحكومة السورية وإنما أحاول أن أقوم بإطلالة وفهم أو محاولة فهم لحركة أو حراك الدولة السورية. تحاول الدولة السورية أن تتحدث عن بيئة حل سياسي. إذا كنا اللهم صادقين بالذهاب إلى حل سياسي، الحل السياسي يستدعي بيئة حل سياسي ليست شروط، بمعنى آخر أن الدولة السورية ذاهبة، الفريق الوطني الذي يقود الدولة السورية ذاهب إلى هذه المنصة أو هذه المحطة السياسية باعتبار أن الدولة السورية تعتبر أن ما هو قائم إنما هو اشتباك سياسي فذ، مثلما هناك اشتباك ميداني عسكري وهناك اشتباك استخباراتي أيضا هناك اشتباك سياسي، لكن الدولة السورية تحاول من حين إلى آخر أن ترصد بيئة الحل السياسي وتحاول أن تقدم جملة مفاهيم وجملة عناوين لهذه البيئة التي يمكن أن تأتي بحل سياسي. دعيني أقول وبكل صراحة، إذا كنا نتحدث عن حل سياسي يجب أن نعرف من هي الأطراف التي يمكن أن تحاور الدولة السورية، ثم يجب أن نعرف أقل ما في الأمر من هي الأطراف التي يمكن أن نشير إليها وعليها بأنها إرهابية وأطراف ليست إرهابية. إذا يجب أن نفهم هذه ليست شروط، هذه بيئة حل سياسي بالفهم السياسي. بشكل سريع سيد العبود، يعني إذا ما كانت تلك القائمة لا تتواءم مع التصنيف لدمشق الرسمية للمنظمات الإرهابية أو القائمة الخاصة بالمعارضات ربما تتحفظ على بعض الشخصيات، ستذهب دمشق بكل الأحوال إلى هذه الجلسات؟ هذا ما فهمت منك. أنا باعتقادي أنها ستذهب متحفظة على بعض الأسماء، متحفظة على بعض الأسماء، وسوف تشير في حينه إلى أن هذه الأسماء وأن هذه الجهات إنما هي تمارس الإرهاب ولا تمارس مواجهة الإرهاب، وهذا سيتضح فيما بعد، يعني بمعنى بعد صيرورة زمنية أو صيرورة حراك دعيني أقول عسكري سيتضح للجميع أن هذه المجموعات إنما هي تمارس الإرهاب. هذا كان له سابقة،
عندما البعض دعيني أقول تحدث عن جبهة النصرة بأنها مكون معارض سوري طبيعي وموضوعي، فيما بعد وضعت على قائمة الإرهاب ليس من قبلنا وإنما من قبل مجلس الأمن ذاته. لكن بالانتقال إلى سيد أبو حمدان، من تتحفظ عليهما دمشق كما وصل الميادين من مصادر أحرار الشام جيش الإسلام لا تريد أو لن ترغب دمشق طبعا بالجلوس إلى طاولة حوار. هذا ما أنقله إليك سيد أبو حمدان، كيف تلتقطون هذا التصريح للخارجية السورية مع وضع يعني وضع هذا التحفظ على جهات كانت حاضرة في لقاء الرياض للمعارضة الأخير وخرج عنها اللجنة العليا للتفاوض؟ مساء الخير سيدتي لك والسيدات والسادة المشاهدين وضيفك دمشق. الموضوع يعني بصراحة لا يتوقف على تصنيفات وعلى ترتيبات معينة تتعلق بأسماء. الموضوع يتعلق بمستقبل سوريا ومستقبل هذا البلد الذي تمزقت أرجاؤه من كل حد وصوب، وساهمت الحلول العسكرية التي انتهجها النظام مع المعارضة التي دخلت في مرحلة من اليأس من وجود حل سياسي. لذلك نحن نفترض الآن أن وجود بيئة كما يتحدث السيد خالد من دمشق، وجود بيئة للمفاوضات تتركز على مراحل بناء الثقة بين المفاوضين لإيجاد حل سياسي يستوجب وقف العمليات العسكرية فورا عملا بقرار مجلس الأمن 2254. وبالتالي نحن أمام استعصاء بالفكر المتمركز في المقاربة السورية للحكومة السورية في مقاربتها لمبدأ التفاوض وشكل التفاوض. نحن بالمطلق لا نعتقد أن هناك من ضمن الوفد إرهابيين ينتمون إلى جبهة النصرة أو داعش. هناك فصائل مسلحة موجودة على الأرض تعدادها بعشرات الآلاف لا ينكرها أحد، موجودة حول دمشق وفي أماكن شتى في سوريا. لا يوجد بالوفد التفاوض مندوبين من داعش أو مندوبين من النصرة، وبالتالي هؤلاء موجودين على الأرض يمكن أن يكون لهم تمثيل كما يمكن أن يكون هناك تمثيل للمعارضة السياسية. لكن نحن فهمنا منذ البداية أن التصنيفات للحكومة السورية بالنسبة للمعارضين أنهم كلهم إرهابيون سواء كانوا سياسيين أو يحملون السلاح. هناك كثير من لم يحمل السلاح يقاوم بالكلمة وبالرأي. طيب إذا كنا في أكثر تحديدا سيد أبو حمدان، عذرا للمقاطعة، ما أفهم منك أنه في بيئة مقبولة حتى الآن للتفاوض، لن تقفون أو توقفون الذهاب إلى حوار أو لقاءات جنيف إذا ما تم التحفظ مثلا على جيش الإسلام، وإن كان يعني بعد اغتيال علوش قد خرج من لجنة التفاوض العليا، لن تقفوا دون أو توقفوا مشاركة في جنيف إذا ما تحفظت دمشق على جيش الإسلام أو أحرار الشام؟ لكل فريق أن يتحفظ على الفريق الآخر، هذه حرية يكفلها مبدأ التفاوض، لكن مبدأ التفاوض يجب أن يستمر وأن نجد حلا يضع القضية السورية على بداية نتائج منطقية تماشيا أيضا مع توافق المجتمع الدولي. لكن ما نقوله حاليا أن البيئة اللازمة لمناخ المفاوضات لإنجاح المفاوضات إن صح التعبير هو واضح تماما، يجب وقف العمليات العسكرية من قبل أجهزة الأمن ومن قبل أيضا التدخل الروسي الذي أخذ منحة مختلف تماما. يعني أتى الروس لقتال داعش وقتال الفصائل المتحركة وصب جام غضبه على كل المعارضين سواء كانوا من داعش أو نصرة أو لم يصب غضبه على داعش بالمعنى الحقيقي للكلمة. يعني نسبة بسيطة من ضرباته تركزت على داعش، أما
90% من ضرباتي تركزت على باقي الفصائل المسلحة. طيب وهذا موضوع آخر للنقاش. نختلف على تصنيفها. نعم. طيب خصوصا أنه هذه النقطة أيضا مطروحة بالنسبة لل يعني الفئات المعارضة المقاتلة على الأرض، حتى هناك مشكلة حتى في يعني التعامل بهذه النقطة، من يقاتل داعش، من يعادي داعش، أو من يتحالف معه. لن نفتح نقاشا بذلك، لكن قبل الذهاب للحديث أكثر في تفاصيل يعني الحوار وجلسات المباحثات السياسية في جنيف، أطلب منك رأيا فهما، ما هو موقفكم من مجلس سوريا الديمقراطية؟ الحديث عن تواجد سياسي كبير، عن تمثيل أيضا على الأرض مهم. مع احترامي للدكتور هيثم مناع وما فعله، حيث أنه كان مدعو لمشاركة في مؤتمر الرياض وكان مقعده محجوزا، كان يمكن أن يأتي ويقول أن لي أنا تمثيل على الأرض يمثل 16% من الميليشيات المسلحة إن صح التعبير، أو من قوى ديمقراطية أو قوى علمانية إلى آخره، ولا أحد كان يمكن أن يرفض وجوده. لكن بذهابه في نفس الوقت وعقده هذا الاجتماع في شمال سوريا، وجه ضربة لوحدة المعارضة السورية. لدينا من المعارضين من هو علماني في الرياض، ومن هو توجهه إسلامي، ومن هو توجهه ليبرالي، ومن هو توجهه ديمقراطي. هناك أطياف كثيرة من المعارضة، وهيئة التنسيق ممثلة كانت بكثير من الفعاليات. كنا نتمنى أن يحضر الدكتور هيثم مناع ويشارك برأيه ويطرح هذا الأمر. لكن تعتقدون أن لديه تمثيلا سياسيا واسعا وعسكريا أيضا على الأرض هذا المجلس؟ الحقيقة نحن فوجئنا بهذه التصريحات، حيث أن الدكتور هيثم مناع لم نعلم أنه له علاقة بالفصائل المسلحة، وفجأة نكتشف أنه بإعلان أنه يتربع على مجموعة مقاتلة قوامها 16% من المقاتلين في سوريا. نحن نتمنى أن يكون هناك، طالما أنه يطالب بحضور المفاوضات، كان الأجدى به إذا كان يفاوض ضد النظام ويفاوض من أجل حل سياسي أن يأتي إلى الرياض ويشارك. أما الآن يعتبر هذا شق لصف المعارضة، وقد يكون يؤخر الحل المرجو يعني. طيب لكن نتمنى أن تجتمع الكلمة من أجل سوريا ومن أجل الشعب السوري جميعا. طيب لم تجبني على سؤالي، سأخذ رأيك سيد خالد عبود، لكن في الإشارة فقط، لأنه سيد هيثم مناع ليس معنا، يمكن القول فقط نقلا عن الرسالة التي أرسلها إلى الأمم المتحدة، شارحا فيها أن هناك نوع من الإقصاء في لقاء الرياض، وأنه كان هناك دعم أكبر للفصائل المدعومة من تركيا، المملكة العربية السعودية، وقطر. هذا ما جاء في رسالة هيثم مناع. بالانتقال إليك سيد خالد العبود، ما رأي دمشق إن كان لديك معلومات في مجلس سوريا الديمقراطية، وما حقيقة هذا التواجد الكبير العسكري والسياسي لهذا المجلس؟ باعتقادي أن هذا المجلس إن كان بالمستوى السياسي أو بالمستوى العسكري هو يجب أن يعبر عن نفسه، وبالتالي هو يجب أن يستميل السوريين. بمعنى آخر لا نستطيع أن نتحدث باسم أحد، لكن في تقديري أنه في ظل الحالة الساخنة التي مر بها الوطن السوري في مواجهة هذا العدوان الحاصل عليه، ربما نشأت هناك بعض الأظافر إن صح التعبير، وهذه الأظافر المجتمعية السورية ربما البعض منها كان مشروعا لجهة الدفاع عن الذات، فالبعض دافع عن ذاته، لكن هناك أيضا من استعمل استعمالا خاطئا في العدوان على بلاده. طالما أن هناك قوة ما بين قوسين، هذه القوة تواجه الإرهاب وتواجه العدوان وتحاول أن تمنع سقوط الدولة وسقوط المجتمع السوريين، أعتقد أننا قادرون على أن نتفاهم معها. أنا هنا أتحدث عن الدولة السورية باعتبار أن هناك فريقا وطنيا يقود هذه الدولة، لكن لا أستطيع أنا أتحدث، أنا أتحدث الآن في التحليل، في الفهم. وهذا في التحليل البعيد. كنت أحاول أن أسألك ليس بالحديث عن المجلس، وإنما طالما هناك تحفظ على جهات بعينها من دمشق، هل مجلس سوريا الديمقراطية إن كان لديك بالتحليل أو بالمعلومة أي رؤية تحفظ أو قبول بالنسبة لهذه الجهة؟
أنا باعتقادي راميا، مثل ما قلت لك قبل قليل، بأن هناك قوة ما أو قوات ما نشأت، منها دافع عن سوريا إن صح التعبير ثقافيا، منها دافع عن سوريا سياسيا، منها بالصوت، منها بالصمت، منها هذه. أنا باعتقادي أن الدولة وأن المجتمع السوري قادران على أن يتفاهما وعلى أن ينشئا بيئة ومناخ ملائمين لجهة كيف يمكن أن ننتج خارطة جامعة للوطن السوري. المشكلة الآن أن هناك أهدافا بعينها، هناك إرهاب يهدد المجتمع والدولة السوريين، وهناك أطراف إقليمية ودولية تساهم في هذا الإرهاب. أنا هنا أقف عند هذين العنوانين. طالما أن هناك قوة تقف في مواجهة هذا الإرهاب وهذا العدوان، فأنا قولا واحدا بما أنها ليست ضد الدولة ولا تواجه الدولة، فأنا قادر على أن أتفاهم معها. بكل الأحوال نحن نتحدث عن لحظة حساسة في المنطقة وتوتر عالي، خصوصا بعد قطع العلاقات، هذا التصادم بين الرياض وطهران. من الطبيعي يقول البعض أن ينعكس على ملفات كالملف السوري. أطلب رجاء منك سيد خالد العبود وسيد زياد أبو حمدان أن تبقيا معنا. إذن مشاهدينا، أعلن واشنطن رسميا موعد اللقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وفد من المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض برعاية الأمم المتحدة، تزامن مع بدء المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا مباحثات مع الحكومة السورية في دمشق، مؤشران على أن المعنيين بالتفاوض على الحل السياسي في سوريا يحاولون تجاوز الألغام الكثيرة التي ظهرت على مسرح الحدث السياسي والعسكري المتصل بسوريا. حسن عبد الله. حتى الأمس كان المسرح السياسي المتصل بسوريا يغلي بكل عوامل التشاؤم الذي خيم على المنطقة منذ انفجار الأزمة بين الرياض وطهران على خلفية إعدام السعودية الشيخ نمر باقر النمر وتداعياته. يقول المتفائلون إن ضوابط التوتر بين العاصمتين المركزيتين اللتين يعتمد عليهما للعب دور فعال في الوصول إلى المفاوضات برزت بقوة من خلال جملة اتصالات علنية وغير علنية للجب الانهيار بينهما. ترجم ذلك في إعلان السعودية أن خلافها مع إيران لن ينعكس على الملف السوري، وأنها لن تسمح باندلاع حرب مع إيران لأنها ستكون كارثة. إيران التي واجهت التصعيد السعودي بحزم لم ترفع السقف إلى مستوى الخط الأحمر. وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحضور نظيره العراقي أعلن أن بلاده لا تسعى إلى افتعال الأزمات، وفي رسالته إلى مجلس الأمن أكد أن بلاده لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية وسائر جيرانها الخليجيين. يبقى أن كل ذلك سيكون رهن ما ستؤول إليه الاتصالات الجارية لبلورة ما سيطرح على طاولة التفاوض الأولي بعد ثبوت تخلي الدول الغربية وواشنطن عن مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد قبل الحل. من الواضح أن هناك أمورا كثيرة تستوجب التوافق، لا سيما ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة أخرى بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في التفاوض، وما بينهما حسم توجه جهود مكافحة الإرهاب التي لا تزال تخضع لمصالح فرقاء كثر لديهم أجندات لا توحي حتى الآن بقناعتهم بالحل السياسي. نعود إلى ضيفينا وأعود إليك سيد زياد أبو حمدان. دي مستورا كان في الرياض قبل الذهاب إلى دمشق، لا أدري إذا كنت التقيت مع الممثل الأممي أو الأجواء التي صاحبت هذه اللقاءات مع دي مستورا موجودة لديك. ما زال مسار جنيف يتجه إلى اللقاء، لم تؤثر عليه لربما التوترات الحاصلة في المنطقة لا سيما بين طهران والرياض؟ نعم أختي الكريمة، التقينا مع دي مستورا وكان الواضح تماما أن التوجه باتجاه جنيف توجه فعلي لدى الجميع، لدى المجتمع الدولي ولدى المعارضة في الرياض، وتم التعبير عن ذلك ببيان الرياض وبالهيئة العليا للتفاوض وبإخراج الوفد المفاوض أيضا. وبالتالي هذا الأمر محسوم، يعني ليس هناك جدال فيه، إنما الذهاب إلى جنيف والبحث بحل سياسي ينقل القضية السورية إلى مرتبة أرقى ومرتبة أعلى،
هو الهدف النهائي وليس الهدف هو الذهاب فقط أو اللقاء مع المتحاورين من الطرفين. أنا آمل أن يكون هناك توجه فعلي لدى القيادة السورية لحل هذا الملف ووضعه موضع التنفيذ، وهو الحل السياسي الذي يضمن انتقالا سياسيا ووقف العمليات العسكرية للحفاظ على ما تبقى من بنية الوطن السوري الذي تمزق دائما بوجود المشاريع الإقليمية والمشاريع الدولية أيضا، والسوريون الذين هم المعنيون هم أبعد ما يكون عن إيجاد حل، لأنهم لا يتحاورون ولا يسمح لهم بالتحاور مواجهة إلا من خلال المشاريع الدولية والإقليمية، وهذا يرتب مسؤولية كبرى على يعني الطبقة الحاكمة في دمشق، حيث أن القرار يجب أن يكون واضح وصريح. لا يمكن أن تكون سوريا كما كانت قبل 2011، هناك كثير من الدماء وكثير من التدمير، إذن لابد من الانتقال الحقيقي والبحث بجدية عن حل سياسي. ما المقصود بالبحث بجدية أو تحميل المسؤولية بهذا الشكل سيد أبو حمدان للقيادة السورية؟ أنتم التقيتم دمستورا، هذا اللقاء اشتمل على ماذا؟ على الطرح الذي تفضلت به، إلى أي مدى يتم تم حسم من سيذهب من أطراف المعارضة الموجودة أقل في الائتلاف أو التي اجتمعت في الرياض؟ قدمتم لهم وثيقة أسماء؟ لم تقدم الأسماء بوجوده قبل المغادرة. تم التحفظ على الأسماء. لماذا؟ هذا أمر يخص الهيئة العليا للتفاوض، حيث قررت تأجيل تقديم القائمة حتى لا يتم استغلال الأسماء من استغلالا سلبيا من قبل الجميع، يعني سواء من المعارضة أو من الحكومة السورية. فبقيت هذه القائمة إلى حد ما لم تسلم إلى دمستورا، لكن القائمة تعرض على وسائل الإعلام ولن تغيب كثيرا، يعني قد تصلكم أو قد تكون قد وصلتكم أيضا، لكن ليس المهم الأسماء، المهم يجري الحديث عنه. لا، لماذا مهمة عذرا سيد أبو حمدان الأسماء؟ لأنه إذا ما يعني استحضرنا ما يتم الحديث عنه، وقد ذكرت جزءا من أنه الأسماء والجهات هي تابعة لارتباطات بأطراف أخرى فاعلة بالملف السوري، ويتم الحديث عن تعويم جهات على حساب جهات أخرى، فالأسماء تعني من سيمثل ليس فقط في النفوذ على الأرض أو النفوذ السياسي، يعني أيضا النفوذ الإقليمي. نعم، السؤال المطروح، هذه الأسماء ليس لها صلاحيات سوى التفاوض على بيان الرياض وأهداف التي حددت في بيان الرياض. بيان الرياض كان واضحا في محدداته وكان واضحا في أهدافه، سوريا بلدا واحدا شعبا واحدا، سوريا ديمقراطية، سوريا لكل أبنائها، وأن لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية. هذه الأهداف كانت واضحة جدا، كانت واضحة جدا في بيان الرياض، ومن سيتفاوض على هذا الأساس. على الرغم من أنه يعني ما ذكرته أخيرا عذر المقاطعة لأنه الوقت داهمنا ويجب أن ننتقل للسيد خالد العبود، لم يأتي ملحوظا في قرار مجلس الأمن الأخير بما له علاقة بتحديد مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وضعت خطة وخارطة الطريق لكنها لم تأخذ هذا المنحى. سيد العبود، إذا كنت تريد أن تعلق وأن يعني تفسر لنا، هل تبدو الكرة في ملعب يعني الحكومة السورية؟ هناك تحميل لمسؤولية ومطلوبة أيضا كما يقول السيد أبو حمدان. أنا باعتقادي عزيزتي، إذا ما تابعنا أدبيات البعض ممن يتحدثون من المعارضة نجد أن هناك تناقضات في هذه الأدبيات. يعني عندما نتحدث عن المعارضة، المعارضة ليست إشكاليتها فقط مع الدولة السورية، لا، الإشكالية في المعارضة فيما بين أطراف المعارضة إن صح التعبير. وعندما يتحدث البعض عن أن هناك قائمة، هذه القائمة لا يمكن الآن أن نعلن عنها، أعتقد أن شيئا ما يدبر
لجهة المعارضة ذاتها. بمعنى هذا ما كنا قد وضحناه منذ اللحظة الأولى، أن هناك من يستعمل من قبل السوري أو من قبل أطراف إقليمية ودولية في مواجهة الدولة السورية. وبالتالي أنا في تقديري كل الحاصل الآن، خاصة لجهة هذه الإشارة والتقرير قبل قليل، اللحظة الساخنة الصاعدة بين طهران والرياض، أنا باعتقادي أن دماء السوريين ما زالت تستعمل من قبل عاصمة مملكة آل سعود من جديد، وتحاول هذه المملكة أن تضغط على الشقيقة إيران من خلال هذه المنصة التفاوضية القادمة. أنا في تقديري أن هذا الذي يمكن أن يحصل في الأيام القليلة القادمة، أنا شخصيا لا أعول عليه لا من قريب ولا من بعيد. وأعتقد أن الإشكالية سوف تبقى كبيرة فيما بين أطراف ما يسمى بالمعارضات، وليس بين المعارضة فقط وبين الدولة السورية، وهذا سوف نلاحظه وسوف نتابعه في الأيام القليلة القادمة. هذا ماذا يعبر يا رامية؟ لا يعبر عن تناقضات وإرباكات فيما بين المعارضة، هذا يعبر عن إرباكات وتناقضات فيما بين أطراف العدوان ذاتها على سوريا. لماذا؟ لأنني أعتقد بأن الأهداف الاستراتيجية للعدوان قد سقطت أو فشلت بشكل أو بآخر، وبالتالي تبدو أطراف العدوان كل منها يحاول أن يشد البساط باتجاهه، فيحاول أن يدفع بأداة من هنا وأداة من هناك، وبالتالي الإرباك سيبدو واضحا في الطرف الآخر. لهذا قلت لك منذ مطلع الحوار أننا كدولة سورية سوف نذهب إلى هذه المنصة، باعتقادي أننا سوف نذهب إلى هذه المنصة رغم كل التحفظات التي سوف تعود أو يعود مجلس الأمن ويتحفظ ذات التحفظات التي تحفظنا عليها منذ هذه اللحظة. سيد العبود بشكل سريع، لأنه بطبيعة الحال هناك يعني انقسام عمودي حتى في تصنيف الإرهاب، يعني من تعتبره المعارضة يدعم ويساعد ذلك القمع من الحكومة السورية كما تراه، يعني معكوس تماما في إطار المعارضة والحكومة السورية تصنيف الإرهاب. حتى يعني كنت أحاول منك أن أفهم إذا مجلس سوريا الديمقراطية هو يصنف هنا أو هنا، وأنت القريب ربما من المزاج بالحكومة السورية، لم نأخذ ربما حتى توصيف أو جواب شافي. يعني هناك تحفظ وتخبط حتى في تحديد يعني الرأي من جماعات تقاتل على الأرض، أو يمكن أن تقول مقبولة أو غير مقبولة، يعني حتى بالنسبة للحكومة السورية. قد أتفهم أنا شخصيا، قد أتفهم وقد تتفهم الحكومة السورية أن هناك أطرافا وأن هناك أظافر كما قلت لك حملت السلاح في مواجهة من يا رامية؟ يجب أن نحدد. الذي سيقول بأن هذا الفصيل إرهابي أو غير إرهابي هم السوريون أنفسهم. وبالتالي إذا أي فريق حمل السلاح وواجه المواطنين السوريين، أنا باعتقادي أنه إرهابي. ولكن عندما لا يواجه، عندما يضع هدفا استراتيجيا بالنسبة لديه، ألا وهو مواجهة الإرهاب أولا ومواجهة الأطراف التي تدعم هذا الإرهاب، أعتقد أنه ليس إرهابيا. قد نختلف معه في آلية وطقوس حمل هذا السلاح. هذه دعيني أقول هذه الفصائل تواجدت في المجتمع، يعني دعيني أقول أنها حملت السلاح منذ الأيام الأولى في مواجهة الإرهاب وغير الإرهاب. الحد الفاصل الذي يفصل ليس الدولة السورية، أشكرك. ليس الدولة السورية التي تفصل في هذا العنوان، وإنما الذي يفصل في هذا العنوان هم السوريون المتواجدون على الأرض. نعم. الذين يتلقون مثل هذه الضربات من هنا وهناك، على أمل أن يفسح للسوريين ذلك المجال لأن يكون لهم الكلمة الفصل، إن كان في تصنيف الإرهاب أو حتى في تقرير مستقبل سوريا. شكرا لك سيد خالد العبود، أمين سر مجلس الشعب السوري، كنت معنا مباشرة من دمشق. سيد زياد أبو حمدان، أشكرك جزيل الشكر، أنت المعارض السوري المستقل، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ونحن متواصلون بتقديم المسائية، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الرياض دعت منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع لإدانة ما سماه بالاعتداءات الإيرانية على السفارة السعودية. الجبير وعقب اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أشار خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لدول المجلس عبد اللطيف الزياني، أشار إلى أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة وترعى الإرهاب، مشيرا إلى أن المملكة تقيم تحركات طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لها. الآن نعمل مع المجتمع الدولي
لتوضيح الصورة لإيران أن الأسلوب الذي كانت تتبعه على مدى 35 سنة غير مقبول ومرفوض. وننظر أيضا في الإجراءات الإضافية التي بالإمكان اتخاذها تجاه إيران إذا ما استمرت في سياساتها الحالية. التصعيد جاي من إيران وليس من دول من المملكة ودول مجلس التعاون. الأعمال التي تقوم بها إيران السلبية في المنطقة أو في دولنا هذا كله جاي من إيران ما جاء من الدول مجلس التعاون. فنحن نقيم التحركات الإيرانية ونتخذ إجراءات للتصدي لها. الزياني من جهته قال أن التصريحات الإيرانية بعد الأحكام القضائية السعودية كانت محرضة للاعتداء على السفارة، وأضاف أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع السعودية. تداعيات الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وعلى القنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأكد إدانته الشديدة ورفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده لا تريد تأجيج التوترات مع السعودية وسائر جيرانها الخليجيين، وطالب في الوقت نفسه السعودية بالكف عن دعم الإرهابيين. ظريف وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وضع السعودية بين خيارين، إما الاستمرار في دعم الإرهاب وإبقاء الحقد المذهبي أو اختيار علاقات حسن الجوار. كما اتهم الرياض بإساءة معاملة الحجاج الإيرانيين وبشن حرب شعواء على اليمن ودعم إرهابيين متطرفين في سوريا. وبين اجتماع الرياض والاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب الأحد في القاهرة، تحاول السعودية أن تحشد المزيد من التأييد لسياستها الخارجية التي تريدها أشد من الحزم أو أشد حزما. هل تنجح في ذلك وإلى أي مدى؟ غراسيا بيطار. تدخل الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وإيران أسبوعها الثاني، لكن الجمر تحت الرماد قبل ذلك بكثير، وتحديدا منذ أن وافقت المملكة على مضض على إدخال الغرب إيران نادي الدول النووية من باب اتفاق وصف بالتاريخي. من هذا الاتفاق انطلق الكثير من المسارات السياسية على الساحات الملتهبة في المنطقة من سوريا إلى اليمن فالعراق وغيرها، وجميعها تمثل إحدى ساحات الاحتكاك السعودي الإيراني. مسارات لا تتوافق، والأهداف السعودية التي كانت تقف في صف دعاة التصعيد في الملف النووي. افتتحت المملكة السنة الجديدة بإعدام الشيخ نمر النمر، اقتحم محتجون السفارة السعودية في طهران، توترت الأوضاع فقطعت العلاقات الدبلوماسية. وكما أعلنت سابقا التحالف السعودي الإسلامي لمكافحة الإرهاب بهدف المضي في سياسة خارجية أكثر حزما، تسعى السعودية اليوم إلى الحشد لهذه السياسة. في اجتماع وزراء الخارجية لمجلس التعاون الخليجي، حققت السعودية مبتغاها فانتزعت إدانة خليجية موحدة ضد إيران للتعرض لسفارتها، علما أن مواقف شقيقاتها تفاوتت في التضامن معها. وحدها البحرين قطعت علاقاتها مع إيران، وأما الكويت والإمارات وقطر فاقتصر تضامنها على استدعاء السفير الإيراني، بينما اكتفت سلطنة عمان بالتعبير عن أسفها الشديد. وفي اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة والذي يعقد أيضا بطلب سعودي، ستسعى المملكة إلى الحصول على إدانة عربية مماثلة. إلى الأمم المتحدة وردت الشكاوى المتبادلة بين إيران والسعودية. محمد جواد ظريف يقول إن بلاده لا تريد تصعيد التوتر مع المملكة، وولي ولي العهد محمد بن سلمان يؤكد أن السعودية لن تسمح باندلاع حرب مع إيران، لكن مؤيدي سياسة المملكة يؤمنون بأنها تحارب عن كل الأمة في صراع يصفونه بالوجودي، ويطالب هؤلاء حلفاء السعودية بتحديد مواقعهم على قاعدة إما معي وإما ضدي. ومعنا للنقاش من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية والدبلوماسي السابق سيد صباح زنجنة، كذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الكاتب والإعلامي سيد يحيى الأمير. أهلا بكما، وأبدأ معك سيد الأمير، هل حصلت الرياض على الدعم الذي كانت تريده من بعد هذه القمة الاستثنائية أو الاجتماع الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وما الترجمة العملية لهذا الدعم؟
الواقع أنه هذا الدعم، شكرا جزيلا لك على الترحيب والاستضافة. الواقع أنه هذا الدعم هو مجرد تجسيد لمواقف قائمة ومستمرة أصلا خليجية وعربية ونكاد نقول إسلامية أيضا من إيران وما يحدث في تدخلاتها في المنطقة. وكانت اللحظة الأكثر يعني الأكثر دفعا للسعي لطلب عقد مثل هذا اللقاء وغيرها هو أنه التصعيد والاعتداء وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، يعني من غير المعقول ومن المعيب ألا تستطيع دولة حماية سفارات وممثليات الدول الأجنبية أو الدول يعني الموجودة لديها. إذا كانت إيران تقول أن الاعتداء الذي حدث على السفارة السعودية هو من قبيل محتجين هي لم تستطع أن تمنعهم مع ما رأيناه من اعتداء وخراب وتحريق، فنحن نتحدث عن دولة لا تستطيع أن تحمي قنصلية أو سفارة قائمة لديها. إذا لم يكن كذلك فهذا يؤكد شكوكنا بأنه الموضوع والعملية مدبرة إيرانية كانت يعني وكان الاستهداف للسفارة السعودية استهدافا مقصودا وواضحا ولم يكن مجرد ردة فعل شعبية. ولو كان ردة فعل شعبية كما ذكرت لك فمن المعيب أنه دولة قائمة لا تستطيع أن تحمي سفارات بلدان قائمة على الأراضي. طيب سيد الأمير، فقط لنفهم حدود التعامل السعودي إذا كان هو رد فعل على اقتحام السفارة والقنصلية السعودية في مشهد وفي طهران، حدود التعامل السعودي يعني كيف ستتوسع؟ يعني إن كان هناك قطع للعلاقات، اليوم اجتماع استثنائي مجلس التعاون الخليجي، غدا اجتماع استثنائي على مستوى الجامعة العربية، الحديث عن اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي، لا يبدو أنه في حدود رد الفعل وكأنه هناك سياسة جديدة. البعض أيضا يعطيها تلك الصفة بأنها أيضا مدبرة أو مخطط لها. الحين أنت لا تسألني عن ردة الفعل حتى تجيبني عن الفعل. أنا في الواقع أرى أنه ما حدث من اعتداء سافر واعتداء يعني بلطجي وشغل عصابات على السفارة السعودية في طهران والمثلية في مشهد هو شغل بلطجة. أنا بالنسبة لي مقلق لأنه يعكس سلوك دولة أفترض دائما أو أريد دائما أو أتمنى دائما أن أتعامل معها كدولة، لكنها ترسل يعني باللبناني أو بالسوري ترسل زعرانها ليعتدوا على سفارة الدولة قائمة لديها. طيب سيد الأمير، هذا الكلام يحتاج لرد إيراني، تسمح لي أن أنقل هذا الكلام لي في هذه النقطة بشكل سريع. إذا سمحتي لي أنطلق أنا في هذه الجزئية من آخر كلمة قالها اليوم السفير عادل الجبير: الكرة الآن في ملعب إيران، لم نحضر إلى إيران ولم نقم ميليشيات داخل إيران ولم نقم ميليشيات على حدود إيران. طيب، نحن نقول فقط لهذه الدولة أن ما حدث منك من إعداء السفارة ومن تعليقات بعد إعدام نمر النمر وهو مجرم ودين سعودي ودين بقضائه السعودي، ما شأنكم أيها الإيرانيون؟ قلنا هذا ورددنا عليه حين كان الكلام نظريا وتصريحا. طيب دعني أقول هذه النقاط. هذه التعليقات سكتنا عليها حينما تم الاعتداء على السفارة، علينا أن نتحرك ونتخذ الموقف. سيد زنجنا، ما رأيك الملعب الكرة الآن في الملعب الإيراني كما يقول ضيفنا نقلا عن وزير الخارجية السعودي؟ أساسا طهران كيف تلتقط هذه الخطوات السعودية، آخرها ما الاجتماع الاستثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي وما خرج عنه؟ شكرا على تحياتك ومساء الخير. أهلا بك. الواقع أن ما حصل يشير إلى مجموعة من الأحداث لابد من الوقوف عندها. كان هنالك عمل إعدام لشخص كان ينتقد ويريد عمل إصلاحات في البلد من أجل الحفاظ على حقوق شعب منطقة كبيرة من السكان لا يملكون أي من حقوق التعليم ولا حقوق الصحة ولا الوظائف ولا يعني أمور مدنية، يؤتى بهذا الشخص ويعدم في مع مجموعة من إرهابيين ربما، أو لا ندري إلى مدى صحة الادعاءات، ولكن على أي حال يقال أنهم يرتبطون بالقاعدة أو بداعش أو غيرهم. وضع هذا الشخص كان مقصود لخلط الأوراق
مما أثار حساسية لدى دول العالم وشعوب العالم، وحتى تدخلت الأمم المتحدة لمنع هذا العمل. وعلى أي حال حصل اعتراض في جميع بلدان العالم ومنها طهران. وزارة الداخلية الإيرانية منعت التجمع أمام السفارة وأعطت رخصة للتجمع في مكان آخر. الحكومة الإيرانية أعلنت أنها لم توافق وألقت القبض على 50 شخص يشك بأنهم لديهم توجهات خاصة أو بعض الارتباطات ربما حتى بالسفارة السعودية من أجل إثارة الحساسيات، ونددت الحكومة الإيرانية بهذا العمل. إذن هنالك موقف موحد بين الحكومة الإيرانية ودول مجلس التعاون بالتنديد بأي عمل يضر بالسفارات والبعثات الدبلوماسية. طيب سيد زنقنا، ولا أريد أن قاطعك لأن الوقت بدأ يداهمنا في هذا الملف، وأنت تتحدث عن تفاصيل يعني مع احترامنا أشبعت بالنقاش اليوم. البعض يتحدث أنه كان يمكن لطهران أن تتفادى مثل هكذا هجوم، لكن الموضوع يكبر، يعني هناك اجتماعات، هناك إجراءات، كيف تتعامل معها طهران التي تدعو أيضا لعدم التصعيد، لكنها أيضا يعني ترسل أيضا المزيد من الخطاب باتجاه المملكة العربية السعودية، إطار التعامل كيف سيكون؟ نعم، إيران لم ترضى ولن ترضى بأي تصعيد. إيران تدعو إلى أن تسود المنطقة علاقات من الود والتعاون، وأن يأخذ الحوار مكان التصعيد والأعمال التصعيدية، ومنها قصف السفارة الإيرانية في اليمن. هذه الأمور طبعا لا تدل على نوايا حسنة، وإنما هنالك محاولات لوضع قشرة الموز تحت أقدام المسؤولين في المملكة العربية السعودية، ربما لا يدركون من وراء هذه الأحداث، لجرهم إلى تصعيد في المنطقة. ولا شك أن إسرائيل هي المستفيدة النهائية من هذا التصعيد الذي تقوده المملكة العربية السعودية. طيب بالانتقال إليك سيد الأمير، يعني ما الذي ترمي إليه المملكة العربية السعودية؟ يعني قطع العلاقات وحدث، هناك تصعيد في الخطاب في أعلى المستويات وحدث، وعلما نسمع من ولي العهد بأنه لا رغبة أن يكون هناك حرب أو صدام مباشر بين الدولتين، ونسمع كذلك من إيران ذلك. ماذا بعد ذلك؟ لماذا هذه الاجتماعات؟ نعم. ما الذي تريد أن تقوله المملكة؟ نعم، بس اسمحي لي اصحح بعض الكلام اللي قالوه بشكل سريع لانه الوقت نفذ تقريبا. ابشري سمي. يعني هو يقول السعوديه اعدمت مواطن يدعو لل يعني شو دخلكم انتم؟ يعني شو دخلكم؟ يعني ما شأن ايران بمواطن سعودي ارتكب جريمه في بلده السعوديه فحاكمه القضاء السعودي ونفذ بحقه وأدين ونفذ بحقه الحكم؟ ما شأنكم به؟ يعني بأي صفة تتحدثون؟ إلا إذا كنتم ترون أنه أنتم دولة المذهب، إذا كنتم ترون أنه لا سيد الأمير أرجوك فقط بنقطة سريعة، يعني كان هذا الكلام يجب أن يقول لكاميرون، للرئيس الأمريكي باراك أوباما، لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي قبل الإعدام وبعد الإعدام. أرجوك لا تغرقنا في هذه التفاصيل. ما الذي تريد أن تصل إليه الرياض بعد هذه الاجتماعات؟ تصدي للرد لي، بس اسمحي لي أختي الكريمة، اسمحي لي لا تتصدي للرد لي. لا كاميرون ولا أوباما لم يقولوا أبدا 1% مما قيل من قبل إيران. إيران كانت تتحدث عنه على أنه شيعي فقط. هؤلاء كانوا يقولون أنهم يخشون، ثم إذا كانت إيران قدوتها أمريكا وبريطانيا فهذا جيد، شكرا للممانعة ولتاريخ الممانعة. أبدي على سؤالك. طيب أنا أريد أن منك فقط، يعني بغض النظر عن هذه التفاصيل، بالنتيجة ما الذي ترمي إليه الرياض ما بعد اجتماع الجامعة العربية منظمة التعاون الإسلامي؟ ما الخلاصة التي ترمي إليها المملكة بشكل سريع؟ ترمي المملكة باختصار إلى أن تصنع موقفا سياسيا عربيا وإسلاميا ثم دوليا واضحا يدين ما تعرضت له السفارة السعودية والقنصلية من اعتداءات بلطجية، وما يمثله ذلك من
مخالفة لاتفاقيات فيينا واتفاقيات جنيف وغيرها من الاتفاقية، وكيف أن هذا جزء من السلوك الإيراني من أيام السفارة الأمريكية والرهائن الأمريكان وغيرهم، وهذا سلوك إيراني مألوف. ثم أما موضوع التصعيد فالكرة الآن في ملعب إيران، ومثل ما قال الأمير محمد بن سلمان الذي يدعو لحرب رجل يعني من يدعو لحرب بين إيران أو الحرب بين إيران المملكة ستكون كارثة على المنطقة، ومن يدعو لها سيكون فاقدا لعقله. وأضيف أنا على كلام الأمير أن أي اعتداء أو أي تدخل في شؤوننا أو أي اقتراب سيجد يعني سنرد التحية بمثلها واحد. طيب بشكل سريع سيد زنقنة إذا ودت أن تعلق. نعم، الواقع أن ما حصل كان من باب النصيحة من أجل أن لا تسقط المنطقة كلها في التخندق الطائفي، وكان المقصود من هذا الإعدام هو إدخال المنطقة كلها في التخندق الطائفي. إذن هنالك محاولة، وحينما كان ينصح الأمين العام للأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الدول العربية والإسلامية أو حتى الشخصيات من أهل السنة الذين نصحوا الحكومة السعودية بأن لا تقدم على إعدام شخص انتقد، يعني شخص مدني اعترض اعتراض مدني، إعدامه سيؤدي إلى توتر في المنطقة. هذه تأتي من باب النصيحة، ويقال أن أحد الحكماء حينما وجد إنسانا يشرب الماء وهو قد دل رأسه إلى الأسفل قال له لا تشرب هكذا لأن هذا يفقدك العقل، رجع عليه يقول وما هو العقل، قال له تفضل اشرب. أشكرك سيد صباح زنقنة خبير. إذا أرادت المملكة أن تبتعد عن الحكمة وعن العقل هذا شأنها. أشكرك سيد صباح زنقنة الخبير في الشؤون الإيرانية، كنت معنا مباشرة من طهران. ونشكر أيضا السيد يحيى الأمير الكاتب والإعلامي كان معنا عبر الهاتف من الرياض. وبهذا نصل إلى ختام المسائية، إلى اللقاء.